مقالته الأسبوعية في بدايته، يعني منذ 30 سنة خلت والأحرص على متابعة قراءته. في جملة واحدة يمكن أن أقول في حق هذا الرجل الذي تعذر عنه الالتحاق بنا في آخر لحظة لصارت بيعة سحرية متكررة، وانتدب المخرج الكبير من بريكور للحديث باسمه، كاتب كبير عميق مؤمن بقضايا هو خوان فتسولو، كاتب عميق كف ومؤمن بقضايا. شكرا لكم، تحياتي لكم. سيميرو كلمة فرملا بودي مارا لأن بريدو podamos disfrutar de su presencia en este homenaje. Yo en este acto puedo representar a Juan, pero no suplantarlo. Por eso voy a ser muy breve y me limitaré a ser el portavoz del cariño demostrado en esta reunión y el respeto de todas las autoridades hacia la persona de Juan y le y seré mensajero de este cariño cuando lo vea la próxima vez. لحظة متميزة التي نعيشها في هذه المدينة بمناسبة انعقاد نشاط من الأهمية لمكان، ربما لأول مرة سنحظى بشرف تنظيم أيام سينمائية ليست كسائر الأيام، أيام من نوع خاص تتناول موضوعا ذا دلالة وذا راهنية، يتعلق الأمر بالذاكرة المشتركة بين بلدين جارين وصديقين تربطهما علاقات ممتدة عبر القرون، علاقات عرفت مخاض، علاقات عرفت مد وجزر، ولكن علاقات تاريخية وستبقى كذلك لأنها علاقات تندرج في المنظور الاستراتيجي. فمرة أخرى مرحبا بكم، سنقضي بدون شك هذه الأيام الثلاثة في متعة في نقاش، ولا شك أن هذه الأيام ستعود بالخير ليس فقط على هذه المدينة فحسب، وإنما ستعود بالخير على أولا إلقاء الضوء على جزء من تاريخ البلدين الصديقين الجارين، وستكون لنا فرصة في نهاية هذه الأيام لاستخلاص الدروس وكل الدروس بالنسبة للمستقبل. لو أريد أن أطير فقط أريد من هنا وبحضور الناطق الرسمي لحكومتنا أن أقول لأصدقاء إسبان، كثيرون منهم لم يريدوا الحضور إلى هنا، أن مركز الذاكرة المشتركة المستقبل لا يريد أن يدين أحدا. المركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية المستقبل لا يريد كذلك أن يلعب دور الضحية الأبدي. المركز يريد أن يساهم فقط في خلق الأجواء المناسبة لبناء علاقة صامدة وطيدة ليس فقط مع إسبانيا بل مع إسبانيا وخاصة التاريخيين. لذا إذا وصلنا اليوم بعد 8 سنوات من الاشتغال إلى أن نحقق هذا الحلم، فهذا الحلم هو توصية من أهم التوصيات لآخر ندوة كان قد شارك فيها السيد عمر الزمان مستشار جلالة الملك والسيد ميغيل أنخيل موراتينيز بحضور بعض الوجود منكم في لقاء هام بالرباط حول العلاقة الماضية بإسبانيا على إيقاع ما كان يحدث ذلك ما كان يسمى بالربيع العربي. أولى توصياتي اللقاء في الدعوة أول أمر وجدت في هذا اللقاء أحد الأفكار الأساسية التي يمكن أن ندشن من خلالها مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية. العلاقات بين البلدين لا يمكنها إلا أن تكون علاقات إيجابية، لأن الجغرافيا تفرض علينا ذلك، خاصة في زمن عالمنا. ليس لدينا من خيار إلا أن نبني مستقبلا مشتركا
ولا يمكن بناء هذا المستقبل المشترك إلا بذاكرة مشتركة. الجغرافيا تحتم علينا أن نتقدم بجرأة، بشجاعة، بمسؤولية، بدون خوف من الماضي، بدون رهبة أو بدون توجس من أن يكون الماضي عائلاً من عوامل الفشل عن ربح رهاني المستقبل. بالعكس، أعتقد أن هذا الجيل، جيلنا الحالي، قادر على ربح رهان بناء المستقبل. لكن هذا البناء لا يمكن أن يتم إلا عبر بناء ذاكرة مشتركة. في السنة الماضية حضرت اللقاء الذي كان في الرباط حول العلاقات المغربية الإسبانية، ولعل من بين الخلاصات التي خلصنا إليها أنا ذاك في الرباط أن هذه العلاقات سياسيا قد نبقى نظور في نفس أو مراوح أو يعني في نفس المكان، لكن اقتصاديا وقبل ذلك ثقافيا سنتقدم، وقبل ذلك اجتماعيا. حاليا بعض التقديرات تتحدث عن حوالي 1,000,000 مغربي في إسبانيا، سلطات إسبانيا تتحدث عن حوالي 800,000 أو أزيد، 800,000 أزيد. هذا واقع ديموغرافي، حوالي 1,000 مقاولة إسبانية الآن تنشط في البلد. هذا واقع اقتصادي. إسبانيا في السنة الماضية العلاقات وارداتها إلى المغرب مقارنة ارتفعت في المقارنة مع السنة التي قبلها بحوالي 25%، حوالي 39 مليار درهم السنة الماضية، أحزاب المحايق أولي المتوسط. هذا واقع اقتصادي، فهنالك واقع ديموغرافي وهنالك واقع اقتصادي. لا يمكن أن نتقدم في ربح رهان المستقبل عبر البناء على المعطيات الديموغرافية والاقتصادية التي تنشأ إلا بعمل ثقافي إعلامي واجتماعي. وأحد عناصر هذا العمل الثقافي هو الشغل على الواجهة السينمائية. هنالك من جهود أن تبذل على الواجهة الرياضية وهي مشكورة، ولكن أيضا الشغل على الواجهة السينمائية أحد المداخل الثقافية الأساسية التي علينا أن نطور الجهود. من هنا نظرت لهذا النشاط باعتباره نشاطا ذي طبيعة استراتيجية بالنسبة للبلدين. قد يبدو صغيرا وقد يتوجس البعض من الضفتين من هذا المنطق، لكن ينبغي أن نكون واعيين أن المستقبل يتم بناؤه بمثل هذه الأشياء. القضايا المطروحة قد نختلف، قد نتفق حول القضايا المطروحة الآن في إطار هذا المهرجان، لكنها أساسية. أتوقف هنا للإشارة عند المسار الذي انخرطنا فيه كحكومة على المستوى السينمائي. منذ حوالي 6 أشهر هناك حوار مكثف وأحيانا بلقاءات أسبوعية، ليس شهرية، أسبوعية، مع الفاعلين في الحقل السينمائي، المركز السينمائي المغربي، الغرف، جمعيات فاعلين السينمائي. محور هذه اللقاءات التأسيس لانطلاقة ثانية تستند على الرصيد الذي تراكم في تقريبا 25 سنة الماضية، والذي أدى إلى إنتاج ما لا يقل عن أزيد من 300 فيلم عبر دعم المركز السينمائي المغربي، صندوق دعم السينمائي المغربي. تم فيه إنفاق حوالي 500 مليار درهم، تقريبا أزيد من 300 فيلم. وأصبح المغرب يتوفر على الشروط الدنيا لصناعة سينمائية منافسة، ليس فقط على المستوى الإفريقي أو العربي، بل حتى على المستوى المتوسط. الآن انخرطنا في تفكير معمق سيتوج إن شاء الله في المناظرة الوطنية حول السينما، التي من المحرر أن تعقد يوم أيام
16 17 18 اكتوبر في الرباط، اللي في سلسله 14 اسيا 12 ورش حول القضايا الكبرى التي ستحدد مستقبل السينما المغربيه، في الانتاج، في التوزيع، في التكوين، في الترويج، المهرجانات، في التاهيل، في السيناريو، التكنولوجيا الحديثه، في كل القضايا، على اساس جمع كافة الفاعلين المعنيين بمستقبل السينما المغربية وبقضاياها، وكافة المشاغبين في الحق الثقافي من ذوي الاهتمام السينمائي، باعتبار التداخل والتفاعل الحاصل بين كافة الحقول الثقافية، مما من أجل التأسيس لانطلاقة تالية تستند كما قلت على الرصيد الذي تحقق، وجعل او دفع في تبرع توجهات سينمائيه تشتغل اكثر على القضايا المرتبطه بالمجتمع وبنهضه المجتمع. هذا لا يعني ان الافلام التي كانت تنتج لم تشتغل عليها، لكن ان نحتاج الى قفزه نوعيه. مثل هذا النشاط وان كان يشتغل على الفيلم الوثائقي هو احد النماذج التي احب واود ان اقدمها كعينه، ان نشتغل على قضايا محدده تهم مستقبل البلد ومستقبل المجتمع وتعالج الاشكالات الحيويه بجرأة وشجاعه ومسؤوليه ودون خوف من الماضي من اجل نمو هذا المجتمع ومن اجل تطوره ومن اجل انفتاحه ومن اجل صيانه التعدديه الموجوده فيه وتتطور بدون ابداع، كما لا يمكن للسينما ان تتطور بدون ارتباط بهموم وقضايا المجتمع. هذه اشكالات مطروحه علينا، وعلينا بكل جرأه ان نطرح السؤال. المناظره ستكون محطه لذلك. ايضا اطلاق معهد المهن السمعي والبصري والسينما في السنة المقبلة، والذي نشتغل حتى يكون مؤسسة أول مؤسسة عمومية في البلد تختص بالتكوين في المجال السينمائي. وصدر المرسوم، اشتغلنا على هذا المرسوم في بداية هذه السنة في شهر فبراير الماضي، وصدر في يناير فبراير، وصدر في مارس من السنة هذه السنة. ونشتغل على حقل التكوين، ونشتغل أيضا على حقل تطوير سياسات الدعم السينمائي. الآن لأول مرة هذا الدعم أصبح معطر بقانون، قانون المالية الأخير وضع قواعد، وسيصدر مرسوم قريب سينظم هذا الدعم وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والجودة وحماية التعددية وتشجيع الإبداع والتحفيز على الانفتاح. هذه المستويات الثلاث التي نشتغل فيها حاليا بشكل مركزي. نبدأ من مستويات فرعية هما القاعات والتوزيع. ما يجمع هذه القضايا أن الواجب عليه يكون بلد رائد في المجال السينمائي، وأن يتقدم أكثر في ربح الإهانات التنافسية في المنطقة شمالا وجنوبا وشرقا على المستوى السينمائي. وهذا التوجه نشتغل فيه، ولهذا كثيرون يعني عندما يعني سالوني لماذا خصصت هذا المهرجان بالضبط لتحضر اليه، انه في المغرب ازيد من 50 مهرجان ننظم في السنه. يعني الانسان حتى اذا اراد ان يحضر كل المهرجانات لا يمكن. كان الجواب البسيط هو أن هذا المهرجان يمثل أحد النماذج التي نسعى إلى إطلاقها في المجتمع على مستوى السينمائي. أن فعلاً نواجه هذا التحدي، كيف نربح رهان الانتقال إلى الكيف، من الكم إلى الكيف، والكيف لا يمكن أن يتحقق بدون الارتباط بقضايا المجتمع وهموم المجتمع. البعض من السينمائيين يسمي ذلك، يقول نتطلع إلى السينما التي تشبه المغاربة وتقدم ما يعيشه المغاربة برؤية مستقبلية تتطلع إلى نهضة
تحقيق نهضة هذا المجتمع وتنميته وتحديثه، يعني هذه الهدف الكبرى. من هنا توجه مجددا بالشكر للقائمين على المركز وعلى القائمين على فكرة المهرجان ولكافة السينمائيين الذين لبوا دعوة هذه المبادرة. لدي أصدقاء في سواء في اللجنة العلمية في المركز أو في قيادة المركز. 200 كيلو نمر من جبال خاصة البيزنس والتي تغطيها الثلوج في بعض الحالات، ثم نمر عبر الوجود العليا لنصل إلى واحة فيدي والتي تعتبر أقرب واحة إلى أوروبا. فالأوروبي من ملقا أو من أميريا لا يجد إلا 500 كيلومتر للوصول إلى أقرب واحة توفرها القارة الأفريقية. وهذا يدل على شيء مع الوزير، فإنما يدل على التجذر التاريخي لهذين البلدين شمال وجنوب المتوسط. أيها الأخوة الأعزاء، نحتفل اليوم بمهرجان السينما أيام السينما، وأتذكر أكبر مراكز السينما بالعالم هوليوود. لما نتحدث عن هوليوود نتحدث عن 150,000 منصب شغل تقريبا في السنة، نتحدث عن أكثر من 100 تصوير يوميا، وكل هذه المؤهلات توفرها لنا الجهة الشرقية خاصة بمناسبة هذا التنوع. فلماذا مع الوزير التفكير جميعا في خلق نواة للسينما بالجهة الشرقية حتى نتمكن من تنوير المنتوجات التي نتوفر عليها خاصة في المقاولات الجديدة أو المرات الصناعية للجيل الجديد التي تعرفها المنطقة كالحظيرة الصناعية لسلوان أو القطب التكنولوجي لوجدة، القطب الفلاحي لبركان، وفي الميدان السياحي ما نعرفه هنا بما هو من بحيرة ماجيكا أو من محطة السيدية. لذلك فإن إحداث ولو ليسونس بروفيسيونيل في مجال السينما ستمكن طلبتنا من الخروج من الشعب الكلاسيكية إلى شعب عصرية تتماشى والمتطلبات الجديدة التي يمكن أن يحتاجها مهرجان السينما. فنحن مستعدون، سلطات إقليمية ومجالس منتخبة ووكالة نتعامل مع الوزارة من أجل خلق استوديوهات صغيرة بالجهة الشرقية، لا ليس فقط للكونكورونسي للنافس والجزاز، وإنما لنخلق تكامل بين هاتين الجهتين. وشكرا عليكم والسلام عليكم. الحقيقة الصعوبة في العلاقات الإسبانية والمغربية ليست في المجال الاقتصادي، وقد تحدث عن الأخ الوزير، وليس في الميادين المهيكلة، علاقة هي دماغية فكرية. كيف ننظر الإسباني للمغربي؟ كيف ننظر المغربي للإسباني؟ نحن في المغرب نتبع جديد لما يجري في الإسباني، ونتبع ليس فقط كرة القدم بل التطور الاقتصادي بما فيه الأزمة التي تعيشها الإسباني الحالية. يمكن أن أقول إن المغاربة يعرفون تقريبا حتى القرى الإسبانية، لكن من جانب آخر هناك جهل مطلق لما يجري في المغرب. يعني المثقف الإسباني، وأقول المثقف الإسباني، يجهل تماما حتى جغرافية المغرب وبناء مستقبل اللي لا خيار لنا فيه. والسيد الوزير تكلم على أن الجغرافية لا تغير، يعني يمكن أن نتغير التحالفات. إسبانيا تمكن تحالفاتها تغيرت في 30 سنة الماضية من اتجاهات متعددة حتى أصبحت دولة مندمجة في الاتحاد الأوروبي. المغرب يمكن يغير تحالفاته على المستوى الإفريقي أو العربي أو المغاربي، لكن جبل طارق هذا أمر سيحصل يوما ما، ولكن على أساس الفكر والدماغ والتفاهم المشترك. لهذا إذا كان لي من شيء اعتزلي ويمكن ان اقول انتم كررتموني، وهو في هذا الاتجاه الذي حياتي كلها كانت من اجل فيما يتعلق بالعلاقات الاسبانيه المغربيه في العمل من اجل ابلاغ الرب المغربي ومحاوله فهم الرب الاسباني وجلب الاسباني للتفاهم المغربي. هاني بدات واحد الشيء وهو ما يتعلق بعمل استقبال المهاجرين المغاربه. كنت أول واحد فكرت
وعندما عرضتها على القلب الصليب الاسلامي تقبلوها بسرعه. يعني هناك افكار فكريه اخلاقيه قيم يمكن ان نتعامل مع بعض دون التفكير دائما في المشاكل المعلقه وهي كبيره. للنقاش ليس فقط الدائره المشتركه ما بين المغرب واسبانيا، وانما كذلك عمق هذه العلاقات سواء في الماضي او الحاضر او المستقبل. صراحه منذ سنوات وانا احضر بعض اللقاءات حول المغرب واسبانيا، والجميع يقول علينا ان نتقدم، علينا ان نرى المستقبل. لكن مع الاسف الشديد لا نتقدم بصفه نهائيه. يمكن ان نستشهد على ان العلاقات الاقتصاديه ما بين اسبانيا والمغرب متطوره، ابان حرب بارده ما بين روسيا ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده كانت كذلك العلاقات الاقتصاديه متطوره. ما يحز بانفسنا هو ان الصوره المغربيه هي سلبيه للغايه لدى الراي العام الاسباني، ذلك من خلال استطلاعات الراي اخرها استطلاعات الراي لمعهد الدراسات الاجتماعيه، وكذلك صورة إسبانيا بدأت تتدهور خلال السنوات الأخيرة في الصحافة المغربية أو لدى الرأي العام. لماذا؟ لأن إسبانيا أصبحت فقط إذا قمنا بدراسة لمضمون ما ينشره الإعلام، لا ننسى أن ليس التاريخ هو الذي يشكل الذاكرة، وإنما أصبحت وسائل الإعلام خلال العقود الأخيرة هي التي تكتب التاريخ، وبالتالي هي التي تشكل الذاكرة المشتركة. إذا قمنا بدراسة مضمون وسائل الإعلام ورأينا ما يسمى بسوسيولوجيا التلقي على المواطن المغربي العادي إسبانيا، ومن خلال دراسات أنزجناها فقط هي قريبة الصيد التحري، الهجرة، الإرهاب، وكذلك مؤخرا الغازات السامة، يمكن أن نبحث عن بعض المثقفين باستثناء هو موتيسولو الذي يعيش بيننا هنا، يمكن أن نتحدث مثلا عن الذين فازوا بجائزة سيرفانتس من إسبانيا، لا نجد مقالات عنهم إلا نادرا، يمكن أن نبحث في قاعات السينما، هل هناك فيلم سينمائي إسباني؟ نادرا جدا يصلنا بيدرو المضوبر عبر فرنسا وليس عبر إسبانيا باستثناء بعض الأسابيع التي تنظمها السفارات. أحيانا نسمع على أننا نعرف إسبانيا أكثر من الإسبان الذين يعرفون المغرب. أنا لست متفقا مع هذا الرأي، لأن عندما نقول أن لدينا معرفة مؤسسة معناه أننا نتحدث عن أبحاث،